اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا ايه النهارده. واو مستر بوتيتو هيد، ايه ده؟ اللعبه الجامده قوي دي مكتوب عليها شوكليت ريمبر مي جيمز. لازم نقعد احنا نفتكر مستر بوتيتو. طبعا بوتيتو يعني بطاطس. موجود ان فيها 16 قطعه. تعالوا بقى نفتحها، فيها كمان شوكولاته وفيها كمان كوتشينه. ممكن نقعد نلعب وناكل في نفس الوقت. الله دي شكلها جامد جدا جدا وبقوي كمان الذاكره. مكتوب هنا بقى دي طريقة اللعب، ومكتوب بقى كمان ان احنا بناكل الشوكولاتة ازاي، نلعب بيها ازاي. مستر بوتيتو الرهيب قوي ده، ونشوف بقى شكل الكروت اللي معايا جوه. ممكن بقى نلعب بيها احنا واصحابنا او احنا واخواتنا في البيت او في المدرسة. ممكن اوريكم بقى طريقة اللعب في فيديو تاني. تعالوا بقى نفتح النهاردة اللعبة دي ونتفرج على المحتوى بتاعها، ونشوف يا ترى الشوكولاتة اللي فيها يكون طعمها عامل ازاي. مستعدين؟ 1 2 هوبا هوبا هوبا، لسه 2.5. يا رب يا رب يا رب. 3. اوكي افتحها بقى دلوقتي. جبت السكين اهو. واو دي علبة صندوقتها كمان شكلها جامد جدا. اهو بصوا بقى فتحتها. الله في الشوكولاتة كتير قوي دي، وفي كمان الايه الكروت. بصوا دي الشوكولاتة بقى اللي معايا. الله بصوا بقى، بصوا بقى الشوكولاتة. بصوا في اشكال مستر بوتيتو باشكال مختلفة. هنا بقى في راجل عجوز، في راجل بيعمل بيتزا، وفي راجل هنا تحس بتاع البامكن بتاع الهالوين. هنا في بنوتة بقى كمان. الله بص الحاجات دي شكلها جامد جدا. وترى بقى ندوق اني واحدة، كلهم شكلهم جامد قوي. وكوتشينه كمان شكلها جامد جدا. ممكن اعمل لكم فيديو تاني نقدر نروح نلعب بقى بيه مع بعض، وندوق مستر بوتيتو الشوكولاته بتاعته فيديو تاني. اتمنى يا اصحابي يكون الفيديو فظيع عجبكم. بليز قولوا لي في الكومنتات رايكم فيه، طبعا على قناه العاب الاطفال، عشان ندوق لكم مستر بوتيتو هاد مع بعض. ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.